مرحبا بالجميع. إذا دائما في درس المتراجعات ليزينيكواسيون، إذا وصلنا للفيديو رقم 6. إذا لنحل هذه المتراجعات. هنا نتحدث عن المتراجعات تحتوي على الجذور المربعة أو التربيعية، لأنها هنا سنتحدث عن المستويات المهارية بالنسبة للمرحلة الإعدادية أو المتوسطة. لنبدأ بهذه المتراجعات. سوف تلاحظ أن هنا معامل المجهول اللي واكس يتكون من هو جذر التربيع أو جذر المربع. دائما نفس الفكرة، المجهول في طرف، المعالم في طرف، ناقص 4 سأقوم بتحويله إلى هذا الطرف تصبح جذر مربع أو جذر تربيعي إكس. إذا ناقص 4 إكس سنحوله هنا أو غادي بلاصتي سيصبح زائد 4 إكس أصغر قطعا من جذر مربع 3. هنا عندي حدود متشابهة ولكن لا يمكن حساب جذر مربع 5 زائد 4، لذلك سأقوم بالتعميل أو التحليل أو التفكيك. إذا أولا أون فاكتوريزي باغ إكس، إذا الفاكتور كما هنا هو إكس، إذا إكس فاكتور ولا إكس عامل هنا جذر مربع، إذا جذر مربع 5 ولا جذر 5 زائد 4 أصغر قطعا من جذر تربيعي جذر مربع 3. هنا معامل مجهول عبارة عن مجموع، سوف تلاحظ أن معامل مجهول عبارة عن مجموع، لذلك سأقسم على كلا الطرفين على دن إكس عامل لهذا المجموع الطرف الثاني جذر مربع 3. إذا سأقسم كلا الطرفين على هذا العدد اللي هو وعامل مجموع، إذا لا يمكن تبسيط من الداخل القوس لأن حدود غير متشابهة. إذا سأقسم على جذر مربع 5 زائد 4 ثم هنا جذر مربع 5 زائد 4. دائما قلت أن عندما نقسم بالنسبة للمترجحات نفس الفكرة ديال المعادلات، مع الانتباه إلى معامل أو العدد اللي سنقسم عليه أو سنضرب فيه. هنا سنضرب أو هنا سنقسم على معامل مجهول هنا اللي هو عدد موجب، مجموع عددين له مجموع عددين موجبين هو عدد موجب، وبالتالي لن يتغير الترتيب، سأختزل بهذا المجموع. بالنسبة لنا بإمكانك أن تقوم بالتبسيط أو تترك القصر كما هو، إذا لا أنا لن أقوم بالتبسيط، قلت هنا سنختزل بهذا المجموع، سأختزل بهذا المجموع في الطرف الأول، سيبقى إكس. الطرف الثاني عبارة عن قصر، بإمكانك أن تبسط باستعمال المرافق باستعمال التخلص من جذر مربع في المقام. أنا لن أبسط، سأدع الكتابة بهذا الشكل، لأن الأعداد الأصغر أقرب من هنا، عند الأعداد الأصغر قطعا أو تماما من العدد، هذا العدد اللي هو جذر مربع 3 على جذر مربع 5 زائد 4. حل لهذه المتراجعه. بالنسبه للتمثيل، اذا ساحتاج الى لوغيجين، اذا ساختار صفر عدد الموجب، هذا عدد واش موجب ولا سالب بالنسبه لباص عدد موجب، المقام مجموع عددين موجبين، اذا موجب يعني خارج عددين لا مرسل شرعي، هذا عدد، هذا راه موجب، هذا عدد موجب، لماذا خارج عددين لا مرسل شرعي؟ يكون على يمين صفر 3 على جذر مربع ولا تربيعي 5 زائد 4 على يمين صفر. الآن أين هي الحلول؟ واش على اليمين ولا على اليسار ديال هذا العدد؟ يعني قلت عندي أكبر في حالة يعني زائد، هذا الوجه يتزاد مع إلى ما لا نهاية، يعني أكبر. إذا عندك أصغر تكون غادي ناقص، أنا عندي هنا الأصغر، يعني هادو هما الحلول، غادي بما لا نهاية بالأعداد السالبة، إذا هادو هما الحلول. بالنسبة عندي هنا قطعا أو تماما، إلى المعقوفة أو الكروشي كونتخ للسوليسيون، عكس الحلول. بالنسبة لكي يسعر الرموز سوليسيون إس يساوي هنا ناقص ما لا نهاية بوان فيرجيل لهذا العدد جذر تربيعي 3 على هنا مجال. بالنسبة للمتراجعة الثانية الآن، إذا دائما في كلا الطرفين ستلاحظ أن عندي الحدود لي تيرم، المجاهيل في طرف، المعالم في طرف. إذا 2x، هذا عندي بلاصيه ولا سأقوم بحول الطرف الآخر مع طريق الإشارة، عندي الحدود ناقص جذر مربع 6 x أكبر من زائد 7، أقوم بتحويله إلى الطرف الآخر سيصبح ناقص 7 ناقص 1. هنا سأقوم بالتعميل ولا أون فاكتوريزي باغ x، إذا x فاكتور هنا 2 ناقص جذر مربع 6 أقوم بحول الطرف أكبر من هنا ناقص 8. الآن سأقسم كلا الطرفين على لا يمكن تقسيمها من داخل القوس، سأقسم كلا الطرفين على معامل المجهول، إذا الفاكتور الأنكوني هو هاد لا ديفيرونس، إذا ناقص 8 على إذا أون فاديفيزي باغ هاد لو نومبغ اللي هو 2 ناقص غا 5 كاري ديال 6، هنا موان 2 موان غا 5 كاري ديال 6.
الان اذا اول حاجه قمت بقسمها على نفس العدد. الان خصنا نعرف هذا العدد واش موجب ولا سالب، هذه اشاره او علامه هذا العدد. يعني عندنا 2 ناقص جذر مربع تتفرق عددين ولا مجموع عددين، اشوف مختلفه الاشاره، اشاره ما تكون موجب ولا تكون سالب. اذا نقارن هذه المسافتين، هذه القيمتين المطلقتين، اذا لذلك بما لا يستوي على الغصن كاريك ولا جذر مربع ولا جذر ربع 962. 2 اس 2 4، هذا قوه 2 يعطيني 6، هذا اس 2 لا بويسونس دو يعطيني 4، هذا بويسونس دو هي 6. هنا هذا اس 2 راه يعطيني 4، هذا اس 2 يعطيني 6. اذا سوف تلاحظ ان 6 اكبر من 4، اذا هذا العدد سالب. اذا هاد الفرق من هذا راه عدد سالب، بما انني قسمت على عدد سالب اذا سيتغير الترتيب. اذا سنختزل او سنبسط، غيبقى لي في الطرف الاول اكس اصغر من او يساوي ذاك هذا العدد، بامكانك التخلص من حد بحذف جذر مربع من المقال. اذا الاعداد دائما الاصغر، الاعداد لا تنتبه لي هنا هو اشاره هذا الفرق، الاعداد الاصغر او تساوي العدد، هذا العدد ناقص 8 على 2 ناقص جذر مربع 6، حل لهذه المتراجعه بالنسبه للتمثيل او السقف المدرج. اذا زيرو لوريجين اول حاجه، صفر هو صفر. من بعد هذا العدد واش موجب ولا سالب، واش يكون على اليمين ولا على اليسار. اذا ناقص 8 عدد سالب، هذا قلنا عدد سالب، يعني هنا خارج عددين لهما نفس الإشارة. إذا هنا عندي هنا هذا عدد، هذا سالب، هذا سالب، خارج عددين لهما نفس الإشارة هو عدد موجب. إذا سالب مقسوم على سالب يعطيني موجب، إذا كنا على يمين صفر. بما أن عندي الأصغر، يعني الأول من العدد وغادي الأعداد زائد الأكبر ناقص الأصغر، يعني هنا أصغر يعني هنا. إذا الأعداد الأصغر، ثم الكروشي افيك لوسوليسيون حيت عندي أو يساوي. في المثال كنستعملو الرموز، لوسوليسيون كتساوي ناقص ما لا نهاية من الأعداد السالبة بوان فيغيل إلى هذا العدد، هذا المجال ولا هذا الانتغرال. وهنا المجال مغلق لأن هذا العدد راه حل من الحلول.